السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا احنا اليوم الخميس 16 ذو الحجة 1438 متجهين إلى مهرجان العنب في بني سعد. هذه مدخل السحن بني سعد. تعب جوا للي يوصل جوا عشان يفكر يقطع العنب متعبة. ايوه متعبة. المال هنا هذا النام يشبه؟ كسرها تحمل زيادة هنا. حمل زيادة شوف. حمل زيادة ايوه وكسر. كسر الخشب. ايه كسر ما شاء الله. ابو عوام الطيور تضايقكم الطيور؟ والله الطيور فيها لكن قال يا راس قطار وشبر الخير. الاولين يا راس قطير؟ الاولين عندنا يقول يا راس قطار وشبر الخير يا جدرا. نعم. حنا والله اني نصادمها عاد بحسب لان لو ادرت مرة تتعب. نعم. نعم. الحين في ناس يقول ما لازم هذا له دوره. ايه. تعال نشوف النامي هذا منين منتج. ايه. هذا التقليم حق العام انا من هنا. ايه. ايه. شايف كم إيه؟ خلانا؟ إيه؟ واحد اثنين. ايه. واحد اثنين. وهذا القعر ايه بعيون. وهذا إيه؟ انا كان منه بس إيه؟ خلانا واحد منه ما في كعر واثنين ايه هذا انا فض من هنا ايه ثلاثة طلعت ايه وهذا فض منه ايه وين مشى؟ انا طلع ايوه مسك نين تمسك هنا شوف ايه مسك هنا شوف بتمسك إيه؟ ايه لو تربط انت ما ربطت كذا ايه هو مربط نفسه الله سبحانه وتعالى هذا نعم سبحان الله زي خلق لك يد تمتد به وحط اليد امشي امسك على الشمس والهواء نعم المن ولو ما حطانا القعيد هذا لو ما القعيد هذا إيه؟ ومش النامي ما يصير النامي هذا كذا ايوه القعيد هو اللي يخليه يوقف يعيد يمشي ويتغذى ويمشي قوه ايوه لكن لو النقام مال شيء طاح تلقاه سخيف اصخف من هذا ايه ولا جاله قوه ايه سبحان الله العظيم ابو عوض كمان انا شايف الارتفاع قلت لي متر و20 جوه الارض ومتر مرتفع طبعا كل ما انخفض احسن بعضهم يرفع العريشه فوق لو ارتفعت ايوه لا ارتفع بالحيل ما هو زي الصالح مو زي أيوة. يقل الثمر واللي ينزل برضو بالحيل ما هو في الصالح نعم. لانه شيء العامل أيوة. وثاني حاجه لجا امطار وجا سيول أيوة. عندنا الحمد لله لجا ذاك السيل يرتفع انا ابو عواض ارتفع نص متر انا ابغاك البساتين الجايه ان شاء الله الجديده اللي تسويها ارفع 20 سنتي عشان نقدر نخش ما شاء الله ما شاء الله عم عالي أبو عواض يعني ما شاء الله أرض طيبة والمويه أمطار وخير الحمد لله وعندكم الخبرة في الزراعة من أيام الآباء والأجداد والآن مهرجان ما شاء الله البلدية حتى ما شاء الله بلدية بني سعد يعني أنا أشوف المجسمات الموجودة في الموقع والشوارع أحسن من كثير من بعض المدن الحمد لله إيه فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الحمد لله يعني هل أنت مثلا تشجع الشباب تشجع الشباب أنهم التفتوا أكيد في مزارع في بني سعد العيال مهملينا الأبو مات كبر والعيال مهملينها يعني انت تشجع الشباب في بني سعد والمناطق اللي جنبكم انهم يهتموا فيها هاوي والله اولا الشباب انهم رايحين مع ابوهم ايه ما نعم. ابوهم الا الاصلي نعم. هم ابو ثاني ابوهم سلمان والنعم ايوه والنعم. مليك ابونا كلنا في اعمال نعم. حكوميه وما عنده امكانيه ايه. من اليد العامله اليد العامله اقول لك كلفه أيه. بعضهم يجيب العامل ولا جاي يصرفه يمشي ما انتج بشيء لا جاي يصرفه ولا يهرج ولا شيء يجي من البكريه ما يجي شرد راح يبلغ انا قالوا بس تبع عامل ولا لا واخذوا فيزته ودقوا بها 4 أشهر 3 أشهر ما 5 أشهر ما جت الفيزا وكلفوا على الملوك أيه. وكيف تحصل لا اكيد في طيب واللي عنده استطاعه انه يدبر ما تشجعوه منهم يزرعوا زياده وانتبهوا لمزارعهم طيب نحافظ على العنب الشباب إيه؟ كل من ذاك يحاول انه ما قال لك مال ابوك لا يغلبوك نعم مال ابوك لا يغلبوك نعم صنعت ابوك لا يغلبوك نعم وان هذه ما هي مارثه جديده بني سعد كلهم هذه موارث قديمه من
من الاوائل السابقين من 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 يوم الله سبحانه وتعالى. نعم ايوه اهل زراعه يوم يملكونها حي بعد حي، حي بعد حي، حي بعد حي، والناس مستهدين فيها. البعض منهم يصير من اليد العامله ايه ومن عمله يكون عمله في الرياض، يكون عمله في تبوك، يكون عمله في جازان، يكون عمله في كذا، يتهامل عنها ولو قوموا فيها بعصي. والماء الماء عظم يجيب عامل وتعب ضعف عندها الماء. العنب مفيد فيش؟ ها؟ العنب وش كتغذية مفيد فيش؟ العنب؟ ايه والله العنب تغذية ملين يعني وقوي، العنب إيه؟ ناكله طيب، والفائدة من ان الله سبحانه وتعالى. بعدين اهل الطائف كانوا يفطروبه يفطر على عنب، عنب وعيش طيب ولا لا؟ هذا معناته في فائدة، في فائدة معناته في فائدة. الله يعطيك العافية، سلمك الله. تهم من حواجب وجفونه.